كشفت صحيفة The Times البريطانية أن زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين عولج مؤخرا من سرطان المعدة، وأن مرضه كان له دور في قرار تمرده المسلح ضد موسكو. قالت الصحيفة إن بريغوجين خضع على مدى سنوات لعلاج مكثف وهو يتعافى من المرض، وذلك وفق موظفين سابقين استشهد بهم الموقع الروسي الاستقصائي بروكيت الذي حضره الكريملين. أضافت دي تايمز نقلا عن الموقع الروسي أن بريغوجين يتبع الآن نظاما غذائيا صارما، وأظهرت الوثائق أن بريغوجين خضع لعلاج عيادة في سان بطرسبورغ، وهي عيادة مرتبطة بالرئيس بوتين ومملوكة من شركة تأمين روسية. نائب رئيسها التنفيذي رجل أعمال مقرب من بوتين. أفاد موقع إلكتروني روسي بأن يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر كان يتنكر عندما يتلقى العلاج، واكتشف ذلك عندما داهم رجال الأمن منزله في 5 يوليو الجاري بسان بطرسبورغ وعثروا فيه على جوازات سفر مزورة، أحدها كان مسجلا بأنه مريض VIP في إحدى العيادات، كما تم العثور على معدات طبية بينها أجهزة للتنفس الاصطناعي. من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ينضم إلينا الكاتب المتخصص في شؤون روسيا وآسيا الوسطى سامر إلياس. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. ما الذي يقال حول مرض بريغوجين بسرطان المعدة وتنكره من أجل ذلك السبب للعلاج وللتحرك بشكل حتى لا يتعرف عليه أحد؟ تحية طيبة. ضمن التقرير الاستقصائي الطويل والمفصل كان هناك بعض التفاصيل تتعلق بمرحلة مرض بريغوجين وعلاجه في إحدى المؤسسات التي يقصدها أغنياء روسيا، وهذه المؤسسة موجودة في سان بطرسبورغ وتتبع بشكل أو بآخر إلى إحدى بنات الرئيس فلاديمير بوتين المفترضات ماريا فارنتسوفا. في هذا التقرير الاستقصائي كشفت بعض الأسرار سابقا عندما وجدت مواقع استقصائية في وقت سابق أن سائقا يتقاضى معاشا شهريا صغيرا جدا، يمكن أن يكون زبونا في عيادة تعالج المسؤولين الكبار في روسيا، وهذا الشخص كشف بأن بريغوجين كان يستخدم جواز سفره في عدد من المرات. هناك على الأقل ثلاثة أشخاص يعتقد بأن بوتين استخدم أسمائهم وهم شبيهين له، من ضمنهم أحد الأشخاص الذين زار بوثيقة سفره أو بجواز سفره العاصمة الليتوانية فيلنوس في فترة سابقة والتقى بأعضاء من الحكومة والبرلمان وأثارت حينها ضجة كبيرة. الحالة المرضية التي تعرض لها بوتين التي تعرض لها بريغوجين تكشف جزءا من نفسيته ولماذا تصرف بهذا الشكل عندما قال لموظفيه بأنه جن جنونه وفقد أعصابه ولذلك قام بهذا الانقلاب، لكن واضح تماما بالتقرير الاستقصائي. إذن هل يربط هذا التقرير أو التحقيق الاستقصائي مرض بريغوجين بعملية التمرد أم بإنهائها بشكل سريع؟ أعتقد بأنه لا، بالأساس هو يربطها بقيام بريغوجين بهذه العملية نظرا لتراكم المشكلات بينه وبين وزارة الدفاع التي بدأت منذ أحداث تدمر عندما سرقت حسب قول بريغوجين الانتصار في مدينة تدمر السورية عندما حررها الجيش الروسي والقوات فاغنر، وأنكروا بأن قوات فاغنر ساهمت في ذلك. لاحقا كانت هناك مشكلات إضافية بين الطرفين في عام 2018 عندما تركوهم عرضة لقصف أمريكي ألحق عشرات القتلى ومئات الجرحى، عولج قسما منهم في مدينة سان بطرسبورغ لاحقا وصولا إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وقرار وزارة الدفاع بشكل عملي إنهاء دور فاغنر عندما قررت بأنه يجب توقيع عقود مباشرة بين مقاتلي فاغنر ووزارة الدفاع. كل ذلك أدى إلى هذا الموضوع، ولكن فقدان أعصابه وجن جنونه عندما قال لهم هذا بسبب المشكلات والذي أدى إلى انطلاق هذا الموضوع، إضافة إلى عوامل أخرى. أعتقد بأنه نظرا لدوره الكبير وصعود هذا الرجل وتاريخ صعوده منذ كان له ماض جرمي في بلد
الاتحاد السوفيتي وصعوده السريع بعد انتهاء روسيا الاتحادية وصولا إلى أن يصبح رجل أعمال كبير وأن يصبح أكبر المشاركين في الحرب الروسية على أوكرانيا والأكثر تأثيرا ربما. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.